السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال أعتقد إنه محتاج فيديو على أساس إن إحنا نناقشه. السؤال بيقول إن حابب أعرف شو أعلى بوزيشن أو مسمى وظيفي موجود بمجال البنك. أنا وجدت على الصورة على النت، بس كمان على ملاهي مسميات جديدة مثل المنصب بين أريبيا، المهندس عمر سليم، في بين موديلر، بين كوردينيتور، بين مانجر، بين سبيشاليست، بين انجينير، بين أركتكت، بين اكسبيرت، بين دايركت، بين دايركتور. هم هو الاختلاف بين المسميات وما على مسمى وظيفي بالبن وما هو عمله. حلو جدا. طيب خلينا نفتح الصورة، وهي دي الأساس. الأساس إن هو إحنا بنقسم الناس لبين مانجر، بين كوردينيتور، بين موديلر، تمام؟ طيب البين مانجر هو اللي بيدير الليلة، اللي بيدير الموضوع بتاع البين، فعشان كده تخصصه اللي هو هيبقى في ان هو مثلا يحضر اجتماعات، ان هو يحط الكود خاص بالشركه، ان هو يتولى مسؤوليه التريننج وهكذا، مش مطلوب منه يكون بيشتغل بايديه. طيب الا لو في حد واقف قدام حاجه مش عارف يحلها وراح للكوردينيتور فمعرفش، فبيطلعوا للبيم مانجر. فالبيم مانجر مسؤول ان هو يحط الاستراتيجيه العامه، تمام؟ طيب البين كوردينيتور مسؤول بقى عن حاجات، بيشارك في التريننج، بيشارك في التنسيق بين الاقسام، مسؤول ان هو يقول ده يمشي فين وده يمشيش فين، ده يمشي في الطرقه، ده يمشي لا يعني ده مثلا التكييف هيمشي الناحيه دي، الكهرباء هيمشي الناحيه دي وهكذا. الموديلر هو المسؤول ان هو يعمل الموديل. طيب نقدر نقول ان الموديلر في اتنين، في موديلر اللي هو بيبقى انجينيرنج، بيبقى انجينيرنج، وفي ممكن ما يكونش من خريج هندسه فبنسميه في الاوتوكاد كنا بنسميه درافتس مان، في البيم ده اسمه بيم سبيشالست او متخصص في البيم، وينفع يكون مهندس ويتقال عليه بيم سبيشالست، مفيش اي مشكله خالص، يعني راجل متخصص في مجال البيم. وبعد كده بنوضح بقى هل هو البيم ده حاجه واسعه جدا، فنقول مثلا ان هو متخصص في الفور دي، متخصص في الموديلنج، في الحاجات دي، تمام؟ طيب ايه الاسامي الكبيره اللي احنا متعقدين فيها؟ دي وظائف بتنزل، فاحنا بنزلها على موقع بيم اريبيا، تمام؟ تعال نخش كده على الموقع بيم اريبيا اهوت، تمام؟ اول ما بتدخل بتلاقي ده القاموس بتاع بيم اريبيا، هتلاقي الرابط اسفل الفيديو، تمام؟ ده قاموس اي مصطلح هتلاقيه، وهتلاقينا رابطينه بشكل جميل جدا، يعني كل حاجه فيها الكلمه دي معناها ايه وتفسيرها ايه وهكذا. ده ان شاء الله يعني تبقى صدقه جاريه الواحد بحاجه حلوه ان شاء الله، تمام؟ فهتلاقي مثلا كل حاجه فيها المعلومات الكامله بتاعتها، اول ما تقف عليها يشرح لك الحاجه دي عباره عن ايه. طيب خلينا مثلا نقول ان احنا عايزين نشوف الوظائف، هنا الويكي هتلاقي شرح لحاجات كتيرة جدا كلها مقالات لواحد اسمه عمر سليم، المشاريع البيم. لقيت ناس كتيرة بتدور فبدأت أجمع الحاجات اللي هكتبها في مكان واحد بحيث الناس يبقى سهل، وربطتها بالقاموس، يعني انت بتقرا المقالة أي كلمة مش واضحة هتلاقي بيقول لك موجودة في القاموس واسمها كذا. ودي كورسات، دي برضه مجاني، وكتب مجاني، والجوبس مجاني، اللي بفلوس الحمد لله مفيش حاجة. طيب الجوبس دي الوظائف، هي كل ما بنلاقي وظيفة بنحطها وبنقسمها فريلانسر وفول تايم وبارت تايم، كل حاجة وهي كلها موجودة، تقدر تدوس تاخد كل المعلومات اللي انت عايزها، تمام؟ وبوست جوب لو انت عايز تبعت وظيفة. طيب بنلاقي حاجات كده عجيبة، بيم اركتكت تبقى معناها ايه؟ يعني مهندس معماري ومتخصص او عارف البيم، تمام؟ بيم ميكانيكال انجينير يعني مهندس ميكانيكا، مهندس ميكانيكا انجينير وميكانيكال وعارف البيم، تمام؟ ام اي بي درافتس مان يعني ميكانيكال الكتريكال بلامنج، رسام مطلوب منه ان هو يعمل الموديل، يعني ممكن المهندس يعمل تصميم ويدهوله وهو يبدا يشتغل بيه، تمام؟ بيم انجينيرز يعني هم عايزين مهندسين. دي اخر وظيفه اتبعتت وهنخش فيها، لان فيها كذا حاجه تحتيه، تمام؟ على اساس تبقى كل المصطلحات وضحت.
طيب البيم انجينير قلنا ان هو واحد خريج هندسه وفاهم البيم ومطلوب هو تخصصات كتير. البيم انجينير محددش معماري ولا انشائي، فبيقول لك عندي ميكانيكال والكتريكال وستراكشر واركتكشر وانفرا ستراكشر. طبعا اللي كان بعت الموضوع دوت هو استاذنا الكبير احمد عزت. طيب البيم كوردينيتورز ده مسؤول ان هو ينسق بين الاقسام، تمام، ومطلوب اهوت ان هو يكون كل الاقسام. غالبا البيم كوردينيتور، انا قلت البيم كوردينيتور ينفع يكون طريق اي قسم، بس غالبا ان البيم كوردينيتورز ده بيبقى مهندس تكييف. ليه مهندس تكييف؟ غالبا وليس دائما، لان التكييف هو كان اكبر مشكله عندنا في الكوردينيتور، فعايزين واحد يكون دماغه تكييف مكيف نفسه، تمام. طيب في واحد انجينير سبيشاليست مانفاكتور، ده واحد متخصص في المصانع حاجات زي كده. مهندس برضه شوب دروينج، مهندس تخصصه او خبرته اكبر في شوب دروينج. ممكن يطلب مثلا انفايرمنت انجينير، واحد مهندس والخبره بتاعته العمليه في البيئه. ماركتنج سبيشاليست، واحد متخصص في الماركتنج، كاستم سيرفيس، الجرافيك زي ما دي بيشتغل. طيب احنا قلنا تقريبا اهم الوظائف. طيب تعال نرجع للالفاظ اللي ده. ايه الحاجات اللي ممكن تطلع جديده؟ تطلع جديده لما الشركه بتكبر ويبقى فيها تفاصيل اكتر. يعني احنا البيم مانجر ده بتاع المشروع دوت، تمام، وبعد كده كبرنا المشروع ضخم جدا، فاحنا محتاجين واحد يكون بيم دايركتور يدير بين الاقسام ويدير بين الشركات ويدير بين كذا. فبنعمل بيم دايركتور فوق الكذا بيم مانجر، مسؤول ان هو بيعقد الاجتماعات مع البيم مانجر ويوجهه. يعني مثلا في شركه انترناشونال وليها فروع مثلا في مصر وقطر والامارات، محتاجه بيم كوردينيتور ينسق بينهم ويتاكد ان الشغل واحد، ان الشغل مش بيختلف باختلاف الشخص، لا بيختلف من مكان لمكان. فهو عايز الشركه بتاعته تبقى كلها شغاله ستاندرد واحد، تمام. طيب يبقى ممكن نقول مثلا في بيم بروجرامر، واحد فاهم بيم كويس وبيشتغل بروجرامنج، بيعرف يعمل اكواد ويطبق لنا الحاجات اللي احنا عايزينها، تمام. وممكن مفيش مش حامل اصطلاح، في شركه من الشركات تقول لك لا انا مش عايز اسمي بيم مش بيسبيشاليست، انا عايز اسمي اي اسم تاني، مفيش اي مشكله خالص، تمام. يعني لو في كود قال لك احنا هنسمي الاسم الفلاني مفيش اي مشكله خالص. ساعات بيطلع يقول لك ايه، احنا عايزين واحد متخصص ان هو كل تخصصه مثلا ان هو يدور ويتاكد لنا افضل كود ايه ونديله اي مصطلح، مفيش اي مشكله خالص. ده وظيفه نشات نتيجه الحاجه ليها، واحد متخصص في الكوبي، ملف الكوبي، تمام، هنسميه كوبي انجينير او بيم كوبي اي اسم. ده متخصص ان هو يعمل لنا مكتبه الكوبي عشان فاسيلتي مانجمنت. احنا فوجئنا ان احنا مطلوب مننا نعمل شوب درونج، فمطلوب كده بيم شوب درونج، واحد يكون مهندس متخصص في عمل الشوب درونج. فبعض الاوقات بتنشا حاجه غير اللي ملتزمين بالكود، مش لازم يبقى القران انزل فاحنا لازم نمشي على الثلاث حاجات دول، لا ممكن نضطر ان احنا نعمل حاجه ثانيه. الثلاث دول هم الاساسيين، دول في اغلب الشركات بتلاقي الثلاث دول، بيم مانجر، بيم كوردينيتور، وبيم موديلر. ممكن تقسم بيم موديلر دور لانجينير وسبيشاليست او انجينير ودرافتس مان وهكذا، تمام. بس لان البيم في محتاج حد يكون بيدور ويسعى وحاجات زي كده، فبنسميها بيم سبيشاليست وهكذا. اتمنى يكون الموضوع واضح. لو مش في الصلاح، المهم ان انت مثلا بيم مانجر انا مسؤول عن 1 2 3، البيم كوردينيتور مسؤول عن 1 2 3 عشان ما نفاجئش بتعارضات، تمام. نفاجئ ان واحد مسؤول على كذا، واحد مسؤول على كذا، واحد بيتخلى عن المسؤوليه دي، لا انا مش مسؤول عن التدريب، لا انا مش مسؤول عن عمل المودري، لا يبقى كل واحد عارف المسؤوليه بتاعته. يعني تخيل ان البيم مانجر يقعد يفضي نفسه ويقعد يعمل يرسم حوايط ويرسم ابواب ويرسم شبابيك، امال مين اللي هيرجع الشغل؟ مين اللي هيحضر الاجتماعات؟ بس دي الفكره.